ايه ده يا حيوان؟ مش تحاسب؟ انت غرقتني. معلش حازم بين، بس انت كنت واقف وانا بطرطش الماء. معلش. وكمان بترد عليا يا روح امك. طب ليه سيرة الام؟ طيب ده انا هضربك بالجزمه كمان. اضربني ده انت قليل ادب وعايز تتربى. مين ده اللي يتربى يا زباله يا حساله؟ الله الله الله، ما تهدى عبد الله، حقك عليا انا حازم بيه. بتاسف ليه؟ ده قليل ادب يالا. وحياة الله يا عبد الله، حتى لو قليل ادب ما ينفعش تقول له قليل ادب. خلاص يا حازم بيه. ايه ده؟ ايه اللي غرقك وبهدلك بالشكل ده؟ الحيوان ده بيقل ادبه عليا. يا حيوان بتقل ادبك على اسيادك يا ابن الكبل. بتمدك على مين؟ بتمدك على مين؟ ما تصلي على النبي يا باشا. ما تلم نفسك يا راجل، انت راجل كمين ما تخليش اقل منك. يا نهار اسود يا عبد الله، ما ينفعش تقول له كده، انت راجل خالي. الخالي الله يقلع. تقل من مين يا لف؟ ها؟ تقل من مين يا جربوع يا زباله انت يا فسل؟ قسما بعز جلال الله، ما انت من النهارده قاعد فيها ثانيه واحده. يلا قوم في داهيه. يعني انت كده قطعت عيشي؟ عيشك وعيش اللي خلفوك كمان. ماشي بص يا عادل. بص يا عادل. يلا بالسلامه اهو. سلامه يا سالم. يا صالم يا راجل يا صالم. ايه؟ العربيه. خلاص خلاص يا صالم يا صالم. خلاص. يعني كان لازم يا عبد الله، كان لازم تشتمهم وتشتم الراجل وابنه وتسقلهم بالميه الوسخي؟ اتيهم طرطون. ارتحت يا عبد الله؟ ارتحت، عشان ده راجل قليل الادب هو وابنه، كان لازم يتربوا ولا ايه؟ اسيبه يشتم فيها ولا ايه؟ ايه بالظبط عايز ايه؟ يا ابن المسامح كريم، ويا بخت من ايدي رواقفي. خلاش يحب الخفيه يا عبد الله. ايوه يا امي، نطلب الرزق بعزه نفس، ولا كنت عايزاني اسيبه يشتمك انت وابوي؟ يعني هو الشتيمه بتلسع يا عبد الله؟ ما هتلف تلف وترجع للراجل وابنه. عتكيتي بقينا في الشارع وهتكوس علينا السكات. بصيت يا عبد الله؟ ما تخرس يا ولد، قاعد بتوب انا في دماغك انا ولا ايه؟ يا عبد الله بس بقى، انت وهو على طول نار ونير كده، وده وقته يا عبد الله. ماشي. ابو عميره راح فين هو كمان؟ قال لي راح مشوار رفيع وجاي. طب ده وقت مشوار رفيع يا عبد الله؟ وقته دلوقتي؟ طب ما احنا محتاجينه دلوقتي في الموضوع. ماشي خير ان شاء الله، قال لي هتصرف وهيقول لي يعني ان شاء الله. اهو جه اهو. معلش يا جماعه اتاخرت عليكم. على الله يكون بفايده. الله 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 الله، طبعا بفايده، ده انتوا محظوظين بشكل. خير يا ابني طمنا. لقيت لكم شقه مطرحين وصاله، انما ايه؟ لقطه. طب ما انت كريم يا رب. شفتي؟ مش قلت لك ربنا يفرجها؟ طول ما احنا بنطلب الرزق بعزه نفس. طب يلا بينا، ده انتوا اتفتح لكم طاقه القدر. بسم الله الرحمن الرحيم، خشوا برجلكم اليمين. خش يا ام عبد الله، خش اتفرجي. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. ايه رايك في الشقه بقى يا ابو عبد الله؟ يا ابني دي جنه، كفايه الفرش اللي فيها. الله البيات يا خالتي، تقيتي ايه؟ تحس ان الحيطان تيه متهونه بالسبت الفلاحي. حلوه قوي ما شاء الله، ايه رايك يا بنتي يا توت؟ ايوه كده، هي دي الشقه ولا بلاش؟ اي خدمه، عشان ما تقولوش ابو عميره احرمكم من حاجه. ايه رايك في الشقه يا ناديه؟ شقه عرايس بجد، عقبال شقتك ان شاء الله. كويسه يا ابو عمير. الله الله، ايه يا عبد الله؟ ما بتقولش حاجه لعبد الله. ده هي شقه حلوه، بس ما انت عارف البير وغطاء يا ابو عميره، وانت غريب. الله 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 الله، ايه الكلام ده يا عبد الله؟ وانا رحت فين؟ وبعدين الشقه دي ايجارها مش غالي، دي 150 جنيه بس في الشهر. بس؟ اللهم صل عليك يا نبي. 150 جنيه؟